لكم مشاهدي إكسترا نيوز من هنا من داخل حديقة الأزهر، حيث نتابع معكم أجواء أول أيام عيد الأضحى المبارك والتي انتهت صلاة العيد بها منذ ساعات قليلة، حيث كان من المقرر أن تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 6:18. أيضا توجه بعض المواطنين هنا بمختلف المحافظات المصرية من بعد صلاة العيد بالتوجه لذبح الأضاحي، والبعض توجه إلى زيارة الأقارب، والبعض توجه إلى زيارة المتنزهات والحدائق المختلفة داخل محافظة القاهرة وكافة محافظات الجمهورية. ونحن نتواجد الآن داخل أحد أهم الحدائق المصرية وهي حديقة الأزهر، والتي بنيت على مساحة 80 فدانا وعلى ارتفاع 40 متر، وفتحت أبوابها في عام 2005 لاستقبال المواطنين. لعل أبرز المشاهد هنا داخل حديقة الأزهر هو التوافد الكثير من مختلف الفئات العمرية والتوافد من مختلف الجنسيات، خاصة الجنسيات العربية والإسلامية وخاصة الجنسية الإندونيسية، خاصة ونحن نتواجد بالقرب من مدينة البعوث الإسلامية. أيضا من أهم المشاهد هنا داخل حديقة الأزهر هو وجود الممرات الواسعة والتي يحيط بها النخيل من كافة الاتجاهات، وأيضا وجود النوافير والبحيرات المختلفة داخل حديقة الأزهر. هذه الصورة من هنا من داخل حديقة الأزهر، والآن نعود إليكم في الاستوديو، تفضلوا.